انا متعلق بالمكان ده، انا متعلق بالبحيره المسحوره او بالفيوم عامه عن اي مكان تاني انا روحته او زرته في مصر. انا يوسف نصر، عندي 26 سنه، انا من الجيزه، بقالي حوالي 8 سنين شغال في مجال الكامبينج في الصحراء. الموضوع بدأ معايا من وانا صغير، كان اخويا الكبير كنت بروح معاه الكامبينج تريبس والكلام ده. الاول كان موضوع صعب عليا او كان غريب ان انا يعني اروح صحراء، يعني ايه ابات في صحراء؟ كنت طبعا الموضوع كان مخيف جدا، زي ما كل الناس اللي بتجيلي دلوقتي كانت بتبقى زي وانا صغير. واحده واحده ابتديت لما افهم الموضوع بقى اسهل، بقيت بلاقي نفسي في المكان ده اللي هو الطبيعه طبعا، وبالذات الصحراء، لان انت بتفصل من كل حاجه، انت بعيد عن كل حاجه. بعد ما لفيت محافظات كتير، انا لفيت تقريبا مصر كلها، واحات، سيوة، مرسى علم، كل الاماكن دي، بس الفيوم بالذات انا اتعلقت بيها جدا. يعني طبعا في ناس كتير ما تعرفش جمال الفيوم او الجمال الداخلي اللي جواها، في ناس كتير بتيجي بس بتروح الحاجات المشهوره بس على السوشيال ميديا مثلا، لكن الفيوم لا، فيها حاجات كتير جدا، وبالذات المنطقه اللي احنا فيها دي، فاحنا لو ركزنا هنلاقي ان دي البحيره المسحوره زي ما بيقولوا او الماجيك ليك. المكان ده هو اكتر مكان اتعلقت بيه. حاجة مميزة المكان اللي هي البحيرة المسحورة. طبعا في ناس كتير بتسأل ليه بحيرة مسحورة؟ احنا لو بصينا هنلاقي ان هي ملهاش سورس، هي في وسط الصحراء فجأة، هنا صحراء الناحية التانية جبل. في رواية تانية بتقول ان هي مسكونة فيها عفاريت وجن والكلام ده، بس احنا ما قابلناش حاجة بصراحة قبل كده، وانا شخصيا ما قابلتش حاجة. تالت حاجة ان احنا لو ركزنا هنلاقي ان الوانها بتتغير، هنلاقي نص البحيرة لونها مايل أكتر للأخضر، النص التاني مايل للأزرق. طبعاً حاولنا كتير إن احنا نعرف ليه ده السحر، يعني ده السحر إن هي اسمها البحيرة المسحورة، احنا مش عارفين ليه. يعني أي بحيرة بيبقى لونها ثابت، دي بتتقسم كذا لون على مدار اليوم، بتتغير كل شوية أو كل ساعتين مثلاً. في ناس بتقول إن بسبب التربة بتاعة البحيرة من تحت فبتعكس ألوان المياه فوق. طبعا الفيوم هي مميزة في حاجات كتير جدا، أهم حاجة بالنسبة لنا بالنسبة للناس اللي بتيجي من القاهرة والجيزة إن هي قريبة عن الأماكن التانية زي مثلا واحات أو سيوة. هنا في ميكس ما بين إن إحنا عندنا ديونز، عندنا جبل اللي بيحب يعمل هايكنج، اللي عايز يلعب ساند بوردنج، اللي عايز يطلع 4x4 سفاري. الميزه كمان ان احنا هنا مش صحراء بس، احنا ميكس ما بين صحراء وفي ميه، ففي اكتيفيتيز للميه، في اكتيفيتيز للصحراء، زي مثلا الكامبينج، الساند بوردنج، السفاري، في هورس رايدنج، البحيره لو حابين ننزل، اللي عايز ينزل يعوم بيعوم فيها، اللي عايز يركب كاياك، اللي عايز يلعب فلوكه، في ناس بتعمل ساند بوردنج على الميه. طبعا المنطقه دي برضو كلها بتتميز ان الاكل فيها بيبقى مندي او ابو مردم زي ما بنقول، اللي هو بيبقى مدفون تحت الرمله. وبالليل طبعا اكتر ميزه هنا ان انت السماء بتبقى صافيه، يعني انت بتقدر تشوف كل النجوم، وبتقدر تشوف حاجات انت ما بتشوفهاش اصلا في المدينه. وطبعا بالليل بقى بنولع نار والشاي البدوي، وبيبقى فيه مزيكا، وبيبقى فيه فرق بدوي بتغني بالاغاني بتاعتها التراث القديم جدا. طلع
من ضمن الأنشطة برضو بالليل إن إحنا عندنا ميزة هنا إن أنت تقدر تعمل كامبينج في أي مكان. يعني الكامبينج ما بقاش مقتصر على الكامب بتاعنا أو هنا أو هنا بس، لا أنت تقدر تعمل كامبينج في أي مكان أنت عايز تقعد فيه. يعني ممكن نعمل كامبينج على الجبل اللي قدامنا مثلا، مسافة من هنا لهناك حوالي نقول كيلو. تقدر تعمل كامبينج على البحيرة ذات نفسها قدام البحيرة بالظبط. الناس اللي بتحب فكرة الهايكنج، الهايكنج هنا الظروف هنا مساعدة جدا انك تقدر تعمل هايكنج. وفي حاجة تالتة برضو، اللي بيحب الهورس رايدنج ممكن نعمل كامبينج بالهورس رايدنج. يعني احنا بناخد الخيل نحط عليه حاجة الكامبينج كلها. الموضوع بيبقى صعب شوية بس هو بيبقى تحفة. انا الفيوم بالنسبه لي او البحيره المسحوره او المكان اللي انا فيه ده، انا مش هقدر اقول على البحيره بس هي المسحوره، لا يعني هو المكان كله هو مسحور. يعني فعلا هو زي ما بنقول كده المكان سحرني، هو بيسحر اي حد بيجي هنا. يعني اي حد بيجي لي او بيجي المكان عامه سواء بقى من جوه مصر او بره مصر، هو بيحس ان هو مش قادر يرجع تاني المكان اللي هو جاي منه او مش قادر يروح. بحس ان هو روحه بتتجدد، هو بيلاقي روحه. هو فعلا المكان الوحيد اللي انا عن نفسي بحس ان انا فصلت. يعني من الاوقات القليله جدا لما الواحد يلاقي مخه وقف ما بيفكرش في اي حاجه. انا ليه حبيت هنا؟ بسبب طبعا ان المكان، الطبيعة طبعا بتخليك بتتسحر، بس المكان هنا بالذات معرفش هو في حاجة مختلفة. المكان بيسحر أي حد بيجي. أنا الناس لما بتيجي بيبقى مش قادر يرجع تاني. ده اللي بيميز المنطقة دي بالذات عن أي منطقة تاني جوه الفيوم. دمعي زين يعني اربع والسقوط.